أعزائي أهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع حلقة جديدة قائمة على الوحدة الثانية تخص القواعد اللي هو زمن المضارع التام اللي هو have أو has وال PP للصف الثالث الثانوي. العنوان بتاع البرنامج بتاعنا اسمه Think Tank اللي هو بيت الخبرة. تعال نشوف مع بعض الملف ده ونشوف الأفكار اللي فيه، بس خلي بالك اي حاجه جديده بالنسبه لك دايما دونها. المستوى بتاع ثالثه ثانوي السنه دي للاسف مستوى دون المتوسط حتى المتميزين فيهم، وده سببه ان هم عدوا على اولى ثانوي من غير ما يحصلوا حاجه، ونفس الكلام ثانيه ثانوي ودخلوا ثالثه ثانوي مباشره. يعني هم اتنقلوا من ثالثه اعدادي لثالثه ثانوي مباشره، فقدوا حاجات كتير جدا. فئة التحصيل اللي المفروض كان يحصله في سنه اولى والمفروض كان يحصله في سنه تانية، فادوا حاجة أهم من التحصيل اللي هو الصبر، اللي هو ما عندوش القدرة إن هو يقعد على الكتاب ويقرأ كلمة، ما عندوش القدرة إن هو يبدأ يسترجع حاجات هو اتعلمها قبل كده، ما عندوش القدرة إن هو يعني يعافر مع نفسه بحيث إن هو يحسن من الوضع اللي هو فيه. للأسف ودي أهم من المذاكرة، يعني أنا ممتاز ولكن ما عنديش قدرة إن أنا أقعد قدام المدرس بتاعي، للأسف أنا بهد في نفسي. حاجة محزنة بس هنحاول نعالجها مع بعض. تعال نشوف كده الجملة الأولى. Something is wrong with his car. في شيء خطأ في العربية بتاعته. قبل كل حاجة الجملة في زمن المضارع، فبناء عليه بتختار مضارع. So he، يا ترى has taken ولا has been taken ولا was taken ولا is being taken. طبعا بكل بساطة الجملة مبنية للمعلوم هو أخذ العربية إلى الورشة، فنختار كلمة اسمها has taken. يبقى كل الاختيارات اللي عندي مبنية للمجهول فكلهم خطأ. الجملة اللي بعديها number two، the injured woman، المرأة المصابة، يا ترى takes ولا has taken ولا will take ولا has been taken to hospital. أخذت ولا أخذت إلى المستشفى؟ أخذت إلى المستشفى، يبقى مبني للمجهول. أي مبني المجهول verb be وال PP. فين اللي فيهم verb be وال PP؟ لي has been taken. الجملة اللي بعديها number three، pool، يا ترى has looked ولا was looking ولا had been looking ولا looks for work for over a year before he got a job. الجملة في زمن مين؟ في زمن الماضي، يبقى أنت تختار ماضي. من الماضي اللي عندي إما was looking إما had been looking. ليه was looking خطأ؟ لأن مفيش حدث قطع حدث، هو بيبحث على وظيفة، قعد فترة طويلة يبحث عن وظيفة قبل ما يجدها، يبقى البحث انتهى بوجود الوظيفة، حدث أول حدث تاني. هنختار يعني كلمة اسمها had been looking. الجملة اللي بعديها number four، يا ترى I enjoy ولا am enjoying ولا had to enjoy ولا have enjoyed reading novels since I was a young child، منذ أن كنت طفل. طبعا سنس قبليها مضارع تام، بعديها ماضي بسيط. فين المضارع التام اللي عندي؟ اللي هو have enjoyed، يبقى انا بستمتع بقراءة الروايات منذ كنت طفل. جملة نمبر 5 بتقول I يا ترى have had ولا had had ولا have to have ولا am having my own computer for 3 years now. طبعا في 4 يبقى أزمنة تامة تقريبا. أنا عندي كمبيوتر بقالي 3 سنين now الآن، يبقى ده مضارع تام، فنختار كلمة اسمها have had. حد ممكن يسأل لو كان في have been having اللي هو المضارع التام المستمر كنا ناخدها؟ قال لي لا، لأن have بمعنى يمتلك ما بتجيش في الـ ing، شبه know، يعرف، understand، يفهم، see، يرى كده. Number 6 All the students in my class، كل الطلاب اللي في فصلي، يا ترى are passed ولا are passing ولا were passing ولا have passed the exam already. كل الطلاب اللي في فصلي اجتازوا الامتحان بالفعل. ده زمن ايه؟ زمن المضارع التام، يبقى have passed. الجملة اللي بعديها number 7 I went to the doctors، ذهبت إلى المستشفى yesterday أمس evening مساء. Because I يا ترى have been feeling ولا was feeling ولا have been feeling ولا feel ill
for nearly a week لمدة أسبوع. حدد الزمن عندي went to the doctors ذهبت إلى الطبيب. كده الجملة في زمن الماضي على طول أختار ماضي. يا ترى was feeling ولا have been feeling؟ وجايب لي for nearly a week بقالي أسبوع، يبقى ماضي تام مستمر، لأن الشعور بتاع المرض مستمر قبل أنا ما أذهب إلى الطبيب. فنختار كلمة اسمها had been feeling. الصفحة اللي بعد كده she يا ترى will play ولا was playing ولا has been playing ولا have been playing the piano since the age of six and she still plays every day. في عندي كلمة اسمها since، غالبا أزمنة تامة اللي هو have أو has will be be. ثانيا بيقول لي she still هي لا تزال plays، حاجة بدأت في الماضي ولسه موجودة في المضارع، يبقى بيسموه زمن مضارع تام مستمر اللي هو have أو has وبين واي ان جي. طبعا هنختار حسب الفاعل، الفاعل عندي مين؟ الفاعل عندي شي. طيب شي تاخد هاف ولا تاخد هاز؟ على طول وانا مغمض تاخد هاز بين بلاينج. في ناس كتير جدا بيغلطوا ويختاروا هاف من غير ما يقارنوا الاختيارات ببعضيها، وده خطأ يا جماعة، لازم اخلي بالي شي تاخد هاف ولا هاز؟ هاز، ما ينفعش اقول هاف، يبقى انا انسان مستهتر للاسف. نمبر 9 هاو لونج يا ترى يو نو ولا دو يو نو ولا هاف يو نون ولا هاف يو بين نوينج مستر احمد؟ قال له فور 10 ييرز. هاو لونج دي كلمه استفهام محتاجه بعديها فعل مساعد، اذا يو نو خطا. ابدا افكر يا ترى دو يو نو ولا هاف يو نون ولا هاف يو بين نوينج. احنا اتفقنا ان الافعال اللي ما بتجيش في الاي ان جي ما بتجيش في المضارع التام المستمر، يبقى هاف بين نوينج خطا. يبقى الاثنين دو يو نو وهاف يو نون. بقول له انت عارف مستر احمد بقالك قد ايه؟ يبقى ده زمن ايه؟ عارفه من قبل كده ولسه عارفه اللي هو المضارع التام، يبقى have you known. عرفتها كمان ازاي؟ من كلمة for 10 years. Number 10 she يا ترى hasn't received ولا doesn't receive ولا hadn't received ولا has received the prize yet. هي لم تتلقى الجائزة حتى الآن، يعني الجملة منفية. فين النفي هنا؟ اما hasn't received اما doesn't receive اما hadn't received. ليه hadn't خطأ؟ لاني ما عنديش زمنين في الماضي. ابدا احتار بين hasn't received و doesn't receive. doesn't receive دي معناها ايه؟ هي لا تتلقى جوائز حقيقه، والجمله مش كده، هو عايز يقول لك هي ما استلمتش الجائزه حتى الان، فنختار كلمه اسمها hasn't received. الجمله اللي بعديها 11 what have you been doing؟ انت بتعمل ايه؟ مضارع اهو، راح قال له I يا ترى had been watching ولا have been watching ولا was watching ولا would watch a history of the 2016 Olympic Games on TV. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ يقول له انا بتفرج على تاريخ الاولمبياد بتاع 2016، يعني الحلقات بتاعه الماتشات. كده الجمله في زمن مين؟ مضارع. فين المضارع؟ قال لي have been watching، مفيش حاجه غيرها وهي الصحيحه كإجابة للجملة دي، يبقى I have been watching. الجملة اللي بعديها 12 he يا ترى had been training ولا has been training ولا had trained ولا was training really hard since، ركز، the world weight lifting championships in 2014. طبعا since بعديها ماضي قبليها مضارع تام. فين المضارع التام؟ يبقى has been training. had في الماضي خطأ، had التانية في الماضي خطأ، وصف الماضي خطأ. الجملة اللي بعديها 13 I يا ترى have been playing ولا was playing ولا am played ولا am playing football for as long as I can remember. لأطول فترة أتذكرها. But for the last few months I have been playing squash regularly. كل الجملة قدامي إيه؟ مضارع. ببساطة اختار مضارع. فين المضارع؟ يبقى have been playing. لما خدتش am played؟ ما هي مضارع اهي، عشان الجملة مش مبنية للمجهول، منطقيا خطأ. طب am playing بتدل على حاجة تحدث الآن، انما هنا بيقول لي ايه؟ for as long as I can remember، لأطول فترة أتذكرها. Number 14 I يا ترى was trying ولا will be trying ولا have been trying
well had tried to contact you for ages. أنا عمال أحاول أتواصل معاك لفترات من الزمن. What have you been doing؟ أنت بتعمل إيه؟ كده الجملة زمنها إيه؟ مضارع. مضارع إيه؟ مضارع تام مستمر، اللي هو كلمة اسمها مين؟ have been trying. تأكيدك على الاختيارات ده يهمك جدا، أوعى تتسرع، يعني أنت وراك إيه؟ ماي فون، التليفون بتاعي، يا ترى hadn't worked ولا hasn't worked ولا wasn't working ولا isn't working very well since I dropped it last week. since بعديها ماضي، قبليها مضارع تام. فين المضارع التام اللي عندي؟ يبقى hasn't worked. التليفون بتاعي ما اشتغلش كويس منذ وقع الأسبوع الماضي. جملة 16. I'm sorry، أنا آسف. جملة في زمن مين؟ المضارع. يا ترى I have been ولا was being ولا am being ولا have been really busy recently، مؤخرا، ده انا مشغول مؤخرا. جمله ايه؟ مضارع تام، فنختار كلمه اسمها have been. يبقى تاكيدك للزمن يفرق معاك جدا. 17. The little children's clothes، ملابس الاطفال الصغيرين، يطر are ولا have been ولا were being ولا were dirty because they had been playing in the park all day. جملة في زمن ايه؟ جملة في زمن الماضي. بناء عليه نختار ماضي. عند we're being we're. ما اقدرش اختار اللي فيها being لان مش مبنية للمجهول. فاختار الماضي البسيط العادي من كلمة am او is او are اللي هو كلمة we're. ملابس الاطفال كانت رديئة لان هم كانوا عمالين يلعبوا في الحديقة بقالهم فترة طويلة او طوال اليوم. يبقى حدثين في زمن الماضي. اللي بعديها I يا ترى have been living ولا was living ولا have been lived ولا have been living in Alex for 10 years now، بقالي 10 سنين دلوقتي. يبقى الجملة مضارع. فين المضارع اللي هنا؟ عندي اتنين، have been living و have been lived. have been lived دي مبني للمجهول، انما انا عايز انا اعيش او انا عايش، فمضارع مبني للمعلوم، يبقى have been living. الجملة رقم 19، أذان العصر، الله أكبر الله أكبر. I يا ترى would do ولا will be doing ولا was doing ولا have been doing my homework for 2 hours and I am still doing it. قال لي for 2 hours، بقالي ساعتين. I'm still doing it، لسه شغال عليه. يبقى ده اسمه مضارع تام مستمر، فهنختار كلمة اسمها have been doing. الجملة اللي بعديها mother الأم يا ترى has been cooking ولا was cooking ولا had been cooking ولا cooks since noon منذ الظهيرة كده since she hasn't finished yet لسه ما خلصتش يبقى مضارع تام مستمر فنختار كلمة اسمها has been cooking الجملة اللي بعديها 21 I يا ترى read ولا was read ولا was reading ولا have been reading that book you lent me. ركز. I'm really enjoying it. أنا حقا أستمتع به الآن. يعني الجملة زمنها إيه؟ مضارع. اللي هو المضارع التام المستمر. يبقى I have been reading. أنا أقرأ الكتاب اللي أنت سلفتهوني. أنا مستمتع به جدا. 22 This author هذا المؤلف يا ترى writes ولا has written ولا was writing ولا is writing several books كتب كتير أو عديد but I haven't seen any of them in the shops بس لسه ما شفتش حاجة منهم يبقى الجملة في زمن إيه؟ المضارع عندي كم واحدة؟ writes has written is writing يا ترى المؤلف يكتب ولا المؤلف كتب كتب كتيرة؟ كتب كتب كتيرة بس لسه ما شفتش حاجة، فين كلمة كتب اللي هو شبه الماضي بس هو مضارع تام؟ اللي هي كلمة اسمها مين؟ has written. يبقى المضارع التام بيترجم كأنه ماضي، حتى من اسمه كده، مضارع تام، يعني حاجة تامة لها علاقة بالمضارع. الجملة اللي بعديها you look tired، ركز في الزمن، تبدو متعبا. What have you been doing؟ أنت بتعمل إيه؟ قال له I have had a very busy day ده أنا عندي يوم مشغول جدا
I arrived at the shop at 11. وصلت المحل الساعة 11. كده الجملة في زمن الماضي. This morning. And I not, يا ترى have been serving ولا has been served ولا was serving ولا serve customers all day طوال اليوم. وراح مكمل I haven't had time for lunch. ده انا ما خدتش وقت للغدا بتاعي. يبقى الجملة كده مضارع تام مستمر. اللي هي كلمة اسمها have been serving. الراجل عافاك ما جابلكش had been serving. يعني لو جابلك had كنت ساعتها تبدأ تحتار. طب ما هو جاب arrived اهو. كنا نختار had. لكن الراجل سهلها عليك وقال لك have. ليه بقى have؟ I haven't even had time for lunch. ده انا ما خدتش وقت للغداء. يبقى مضارع. كل الجملة زمانها مضارع. ما تتخدعش بكلمة arrived. الجملة اللي بعديها. Twenty-four. What have you been doing since we last? شفت بقى؟ بيقول له انت بتعمل ايه منذ اخر مرة. Last بتدل على زمن ايه؟ الماضي. فين الماضي؟ يا ترى met ولا we're meeting ولا had met ولا met بس. طبعا هو في طيب وهنا في خطأ مطبعي. met مكررة مرتين. ماشي؟ خلي بالك من كلمة since. قبليها مضارع بعديها ماضي. فين الماضي هنا؟ كلمة اسمها met. بقول له انت بتعمل ايه منذ اخر مرة تقابلنا. قال له I have been traveling around Europe. انا بتجول في اوروبا. I visit France, Italy and Spain. الجملة اللي بعديها. How long have you been learning English? بالك قد ايه بتتعلم انجليزي. قال له not I was 8 years old. شفتوا جملة تامة وماضي بسيط. على طول تختار كلمة اسمها since. يبقى since I was 8 منذ سن الثامنة. 25. What يا ترى were you doing ولا are you doing ولا have you been studying ولا do you do in geography recently. قال له I have been studying the oceans. ده انا بدرس ايه؟ oceans المحيطات. فعلى طول ده زمن مين؟ مضارع تام مستمر. يبقى what have you been studying in geography. انت بتدرس ايه في الجغرافيا؟ وجايب لي كلمة اسمها recently. 27. How long has your father been working for this company? باباك شغال في الشركة دي بقاله قد ايه؟ قال له about 2 years. حوالي سنتين. على طول الحاجة اللي بتجي مع المدد for about 2 years. الجملة اللي بعديها. Have you finished this exercise? هل انت خلصت التدريب ده؟ يا ترى for ولا since ولا already ولا ever؟ والاخر قال له yes I have finished it. ده انا خلصته. for و since خطأ و ever خطأ. فالاجابة الصح هتبقى كلمة اسمها already. هل انهيت التدريب ده بالفعل منطقيا ماشية وهي الصح. الجملة اللي بعديها. they have been playing squash. ده هم بيلعبوا squash all morning طوال الصباح. that's why الجملة في زمن المضارع. لهذا السبب they're not exhausted. هم ايه؟ متعبين. يبدو متعبين. فتختار اتر لوك ولا هاد لوكت ولا وير لوكينج ولا ار لوكت. طبعا كل مضارع معاه مضارع الموجود عندي لوك. تعال نترجم. They have been playing squash all morning. هم بيلعبوا سكواش طول الصباح. That's why they look exhausted. يبدو متعبين. هاد ماضي خطأ. وير ماضي خطأ. ار لوكت مبنية للمجهول خطأ. جملة 30. My brother اخي ماله. has just passed ولا has just been passing ولا has just been passed ولا is just passing his university exams امتحانات الجامعة. that's why he looks so happy. عشان كده هو شكله فرحان. جملة في زمن ايه؟ زمن المضارع. فين المضارع هنا؟ has just passed, has just been passing, has just been passed, is just passing. للأسف كلهم مضارع. ابدأ استبعد بطريقة تانية. جملة معلوم ولا مجهول؟ أخي اجتاز معلوم. إذا been past خطأ لأن هي مبنية المجهول. بعديها عندي كلمة اسمها just. تظن أن الحدث انتهى ولا أن الحدث بيستمر؟ لا أخي اجتاز. يبقى حاجة انتهت. يبقى تام بسيط. يبقى has just passed. كلمة past ما تنفعش مع مضارع تام مستمر. إلا لو كان معناها يمر بجانب في الشارع. كل شوية عمال يعدي من جنبيها في الشارع.
يبقى هاز جاست بين باسنج، اتفقنا؟ حتى جاست ما تنفعش فيها، جاست بتدل الحدث انتهى. 31 My father أبي، يا ترى had traveled ولا have been traveling ولا has traveled ولا is traveling to Asia six times in the last two months، في آخر شهرين. آخر شهرين معناه إن الوقت لسه واصل لحدنا، ما بقاش في زمن الماضي، يبقى يعني المضارع تام بسيط، فنختار كلمة اسمها has traveled. تعال نشوف كده، my father حتى جايب تايب، لا had traveled خطأ جملة في المضارع، have been traveling خطأ جملة في المضارع، is traveling ولا has traveled، لا أبي سافر إلى آسيا ست مرات، حدث كده انتهى، في آخر شهرين يبقى has traveled. is traveling بتدل على الاستمرارية فهي خطأ، had traveled ما فيش حدث قبل حدث، ونفس الكلام had been traveling. جملة 32 When I got home لما رحت البيت بتاعنا I was very tired أنا كنت تعبان جدا. الجملة في زمن إيه؟ يا ترى I have been working ولا I work ولا had been working ولا have worked all day. طبعا الجملة في زمن الماضي When I got home I was very tired فتختار لها ماضي يبقى had been working. كلهم في زمن المضارع وكلهم غلط. 33 We are going to country for dinner tonight. احنا رايحين المكان ده للعشاء النهارده. جملة مستقبل. يا ترى I was ولا have been ولا have been ولا will be there a couple of times before. ده انا رحت قبل كده مرتين. الجملة في زمن المضارع ما ينفعش تختار لها ماضي ابدا. فتختار لها مضارع. فين المضارع؟ يبقى have been. حد يقول لي ده بيفور بتدل على الزمن التام، لو شال دي اللي هي are going to وخلاها went وغير ما يلزم ساعتها كنا نختار had، ولكن we are going احنا لسه رايحين، ده انا رحت قبل كده مرتين. الجمله اللي بعديها have you يا ترى yet ولا never ولا ever ولا so far tried to write your name and address with your left hand. عايز اقول له هل سبق لك ان انت حاولت تكتب ايدك أي تكتب اسمك بإيدك الشمال؟ طبعا have you ever اسمها إيه؟ have you ever. الجملة اللي بعديها it is جملة مضارع the best decision ده أفضل قرار يا ترى I have ever made ولا have ever done ولا have ever been made ولا am making. طبعا بيمتحنني بطريقتين decision تاخد make ولا تاخد do تاخد make. هبدأ أفكر have ever made ولا have ever been made ده افضل قرار انا اخدته يبقى مبني للايه؟ للمعلوم يبقى على طول have ever made. اللي بعديها the company الشركه employs بتوظف around 400 staff 400 واحد and يا ترى had recently opened ولا is recently opening ولا has recently opened ولا will recently open an office in the UK. طبعا employees مضارع وانا مغمض اخد مضارع. فين المضارع في الاختيارات؟ هات خطأ. is recently recently دي بتدل ان الحدث تم مؤخرا يبقى على طول مضارع تام اللي هي كلمة اسمها has recently opened. الجملة اللي بعديها سالي and جون سالي وجون يا ترى have just come ولا have just come ولا are just coming ولا had just been coming back from a week in Spain. جملة وحيدة ما ينفعش معاها أزمنة ماضي تام يبقى had خطأ و had been خطأ. احتار بين اتنين have just come و are just coming. طبعا just معناها توا أو حالا يعني حاجة تمت فعلى طول اختار المضارع التام اللي هو have just come. جملة اللي بعديها she يا ترى has broken ولا have broken ولا was broken ولا has been breaking her arm in two places. كسر دراعها في مكانين. her arm is still broken وبيكمل لك مش ببلاش دراعها لسه مكسور يعني مضارع. اذا had broken خطأ was broken خطأ. احتار بين has broken و has been breaking. هي كسرت دراعها ولا هي عماله تكسر دراعها؟ لا هي كسرت دراعها ما ينفعش يجي في الازمنه المستمره يبقى نختار كلمه اسمها has broken. 39 a fire حريق يا
يا ترى have broken ولا has broken ولا is broken ولا has been broken out at the hotel in the city center في الفندق في وسط المدينة. The fire is burning now. الحريق لسه شغال. يبقى ده زمن ايه؟ مضارع. طيب سؤال بقى، الحريق اندلع ولا اندلع؟ لا الحريق اندلع، يعني مبنية للمعلوم، فنختار كلمة اسمها has broken. اتفقنا كده؟ يعني has been broken خطأ. 40. That house on the corner، البيت اللي على الناصية ده، يا ترى have been ولا has been ولا is ولا was empty for 3 years، بقى له 3 سنين. يبقى نختار كلمة اسمها has been empty. for وsince أزمنة تامة. اللي بعديها، don't wash up the cup، ما تغسلش الفنجان ده، جملة مضارع أو أمر، أمر قريب للمضارع أو المستقبل. I have finished ولا have been finishing ولا haven't finished ولا hadn't finished my coffee yet. ده أنا ما خلصتش القهوة حتى الآن. جملة إيه؟ أمر. الأمر لو رسمت الخط بتاع الزمن هتلاقي الفعل الأمر قريب من المضارع. فين المضارع هنا؟ يبقى haven't finished لأن في yet محتاجة نفي. 42. جملة بتقول I have already، أنا بالفعل، to book ولا booked ولا been booking ولا booking my flight home. جملة زي دي مش محتاجة تفكير. have will be be، to book خطأ، booking خطأ، اتبقى الاثنين. يا ترى booked ولا been booked؟ بقول أنا حجزت التذكرة بتاعتي أو الرحلة بتاعتي إلى البلد، يبقى على طول بسيط، يبقى I have already booked. ما ينفعش أقول I have been booking، أنا عمال أحجز الرحلة بتاعتي، مش منطقي. 43. He has been، طبعا هنا واضحة وضوح الشمس، been، إما يجي بعديها ing لو معلوم، إما يجي بعديها pp لو مجهول. أنا عندي ing living، يبقى to live خطأ و had lived خطأ، اتبقى لي إما living إما lived. In the village، في القرية، since 1995، منذ 1995، يبقى هو عايش في القرية دي منذ 1995، يعني مبني للمعلوم يبقى ing، لو مبني للمجهول كانت تبقى pp. الجملة اللي بعديها، she يا ترى wrote ولا had been writing ولا has been written ولا would write her autobiography since 1987، منذ 1987 هي بتكتب السيرة الذاتية بتاعتها، autobiography السيرة الذاتية، فنختار كلمة اسمها has been writing، لسه ما خلصتهاش. الجملة اللي بعديها، I يا ترى haven't been eating ولا hadn't been eating ولا wasn't eating ولا I'm not eating much lunch lately، مؤخرا، أنا ما باكلش كتير على الغداء مؤخرا. ومكمل، I have been going to the gym at lunch times، ده أنا بروح الجيم في أوقات الغداء. الجملة في زمن المضارع، كم مضارع عندي؟ 2، إما haven't been eating إما I'm not eating. في lately تدل إن الحدث ده واخد وقت طويل، أنا ما بقتش باكل كتير مؤخرا، يبقى haven't been eating. الجملة اللي بعديها، she's been playing tennis on and off، بقول هي أحيانا بتلعب تنس. يا ترى since ولا for ولا ever ولا yet 3 years، 3 سنين، طبعا الناس كلها عارفة for 3 years بلا 3 سنين. 47. How long يا ترى do you wait ولا did you wait ولا have you been waiting ولا have you been waited for me؟ قالوا for about 10 minutes، بقالي 10 دقايق. الإجابة الصح how long have you been waiting؟ أنت منتظر بقالك قد إيه؟ زمن مضارع تام مستمر. الجملة اللي بعديها، It was so difficult to get up last Monday for school. كان من الصعب إن أنا أصحى الاثنين اللي فات علشان أروح المدرسة. جملة في زمن إيه؟ جملة في زمن الماضي، ركز. يا ترى I have been working ولا have been working ولا was working ولا am working on my essay the night before and I was very tired، وأنا كنت متعب. طبعا الجملة في زمن الماضي، أختار ماضي. كم ماضي هنا؟ had been working was working. was working دي لما يكون حدث قطع حدث أو نقطة محددة في الماضي، إنما هنا حدث قبل حدث
يبقى انا كنت تعبان لان انا ما نمتش، او لان انا كنت شغال الليله اللي قبليها، فاختار كلمه اسمها had been working. طريقه الاستبعاد يا اولاد في غايه الاهميه، بتديك ثقه في نفسك، خليك ما تتسرعش، تعلمك التأني حتى في كل حاجه في حياتك. The builders البناؤون have been putting up the scaffolding. Scaffolding يعني السقاله. لو انت تعرف يعني ايه سقاله، انا عايز ابني الدور او عن بنيت مثلا 10 عمارة 10 ادوار، عايز اطلع للدور مثلا التاسع من غير السلم، فبيجيبوا خشب كده وبيثبتوه في الحيطان فوق بعضيه فوق بعضيه لحد ما يوصلوا للتاسع، ده بيسموها scaffolding اللي هي السقاله. البناؤون have been putting the scaffolding، عمالين يركبوا في السقاله، طبعا تركيبها بياخد وقت. When the roof، وفجاه السقف، يا ترى fell ولا was fallen ولا had fallen ولا falls، طبعا حدث قبل حدث، هم بيركبوا الاول وبعد كده راح حاجه جت اللي هو السقف وقع، يبقى fell اللي هو ماضي ايه؟ ماضي بسيط، التركيب بدأ والسقوط بعديه. اللي بعديها she's يا ترى done ولا been ولا gone ولا went to visit the Sudan. She will be home tomorrow. ده هي هترجع ان شاء الله بكره. يبقى هي ذهبت الى السودان. اللي هي كلمه اسمها has gone. منطقيا ما فيش حاجه اسمها has done ولا has went. تحتار بين been وبين gone. ذهب ولم يعود اللي هي كلمه gone. ذهب وعاد اللي هي كلمه been. 51 و يا ترى have been thinking ولا have been thinking ولا would think ولا are thinking about buying a new house but then we decided to stay. احنا قررنا نقعد هنا. الجمله كده في زمن مين؟ في زمن الماضي، يبقى نختار ماضي. فين الماضي؟ اللي هو had been thinking. احنا عمالين نفكر او كنا بنفكر في شراء بيت جديد ولكن قررنا نقعد هنا. الجمله اللي بعديها it يا ترى is snowing ولا was snowing ولا have been snowing ولا snows for a while before we left. قبل احنا ما نغادر، يبقى حدث قبل حدث اللي هو had been snowing. الجمله اللي بعديها 53 he was out of breath، هو كان منهك مش قادر ياخد نفسه. الجمله في زمن مين؟ الماضي. when he arrived لما هو وصل because يا ترى he has run ولا has been running ولا would run ولا have been running. طبعا حدث قبل حدث يبقى had been running. was و arrived كلهم ماضي، تختار ماضي. الجملة اللي بعديها she said، هي قالت she يا ترى has been trying ولا have been trying ولا was trying ولا tries to cool me all day. سيد في زمن الماضي، تختار لها ماضي. هي قالت ان هي كانت عماله تحاول تتصل بيا، يبقى نختار كلمه اسمها had been trying. المحاوله تمت قبل ما هي تقول، انما was trying دي حدث قطع حدث مش منطقيه. I told you، انا اخبرتك. الجمله كده في زمن مين؟ الماضي. يا ترى I have been looking ولا have been looking ولا look ولا I'm looking for some new clues. I told you في الماضي، يبقى اختار لها ماضي، يبقى have been looking. الجملة اللي بعديها he not me about it for days. I wish he would stop. أتمنى إنه يتوقف عن هذا. طيب يا ترى he has been telling ولا he told ولا was telling ولا is telling me about it for days. بقاله أيام كتيرة، يبقى مضارع تام مستمر اللي هي has been telling. I wish بتدل على زمن المضارع. طب يا مستر ما في would أهي، إحنا شرحناه وقلنا اللي بيجي بعد I wish وبعد if only وبعد هات if الثانية وهات if الثالثة وبعد it's time وبعد I would rather كلهم بيبقى في زمن الماضي، ولكن مش بيدل على الماضي، ده بيدل على المضارع. إنما لو كان ماضي تام بعديهم كان يدل على الماضي، ده مش ماضي تام، يبقى has been telling. He has been phoning me، ده هو عمال يتصل بيا يا ترى every week ولا last week ولا all week ولا peer week for an answer. هو عمال يتصل بيا all week، يعني كلمة all week طوال الاسبوع. الجملة اللي بعديها 58 the university الجامعة يا ترى has been sending ولا has been sent ولا have been sending ولا sends students الطلاب here for over 20 years to work experience. بيبعتوهم هنا بقى لهم 20 سنة عشان يحصلوا على خبرة، يبقى مضارع تام مستمر
يبقى has been sending. has been sent مبني للمجهول خطأ، had في زمن الماضي والجملة بتاعتنا مش ماضي، sense حقيقة بس ما بتدلش على الفترة اللي احنا استغرقناها عشان فيه كلمة for، فنختار has been sending. 59 you يا ترى aren't getting ولا weren't getting ولا don't get ولا haven't been getting ولا good results over the last few months. في عندي over the last few months، على مدار الشهور القليلة الماضية، دي بيسموها أزمنة تامة، فنختار haven't been getting. أنت ما بتجيبش درجات حلوة في الشهور القليلة الماضية. 60 آخر جملة عشان الوقت بتاع الفيديو خلص، بيقول when I arrived home، لما وصلت البيت، my mother أمي يا ترى has been cleaning ولا had cleaned ولا was cleaned ولا is cleaning three rooms. جملة في الماضي، اختار لها ماضي، فين الماضي هنا؟ had cleaned. لما وصلت البيت لقيت مامتي منظفة ثلاث حجرات. انتهى الفيديو، وهسيب لكم الفيديو ده في الوصف بحيث ان انتم تحملوه محلول، ولكن هيتبقى لكم 20 جملة فيه تحلوهم، واللي مش فاهم فيه حاجة ممكن يبعتهولي، علشان البرنامج بتاعي ما بيسمحش بأكتر من 40 دقيقة تقريبا. انتهى الفيديو. لو استفدتوا اشتركوا في القناة وادعوا اصحابكم. في النهاية ادعو لكم بالتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.